اليوم هو أول يوم بحياتنا الجديدة. من هلأ وطالع بعدك النص التاني من الفيلم رح يكون ممتع لدرجة يخليك تنسي كل مشاكل الجزء الأول منه. بحبك خليل. عاد في شك بعيونك. أنا بحبك كتير خليل، كتير. أنا استنيت وصبرت على كل شيء لأنه كنت حاسة بالذنب كل الوقت، إني ما قدرت خليك تتأكد من حبي إلك. بس أنا انكسرت وأنا عم بستنى وأنت ما انتبهت. إذا هلأ بتسألني خايفة بقلك إيه، خايفة صدق الشيء اللي نحن فيه، خايفة صدق إنه نحن نحب بعض لهي الدرجة، خايفة صدق أصلاً إنه نحن مع بعض. يمكن لأنه بخاف أرجع أخسرك وتروح، ويمكن بخاف ترجع تتغير، ما بعرف. مشان هيك بحس إنه أنا ما عندي استعداد انصدم بالحياة صدمات جديدة، فخلينا نفهم بعض أكتر، خلينا نهدى. ومن كل قلبي بتمنى ما تعمل أي شيء يخلينا نبعد عن بعض. بعتذر نايا، بعتذر إنه خليتك تقطعي بكل حيطة. أنا كنت علقان بمحل منه منيح لنا، كنت عم فتش حالي بعيون اللي حوالي ونسيت أنا شو بدي وأنا شو بحب وشو اللي ما بحبه. أنا ما عم برر حالي، بس صدقيني اللي قطعت فيه كان درس كتير كبير، تعلمت منه كتير.